السلام عليكم. اليوم سنقرأ نذر وكرامة بإذن الله تعالى. بسم الله. كانوا على أهاب الاستعداء، ما يكون ناد وأيض اسحاقهم في غمدها إلى وينادي المنادي تهب الأخرى فلما كادوا ينفقوا أيديهم من غبار غزوة أحد تألت ياب فيا لا إلا كاسان حتى جاءت أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلو فيا للبلا حسنا حتى جاءت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم علي حشرتهم كرام الصحابة بالأنظام إلى سرايات تتم إلى جهة ما استناد القيادة وسلامت الراية إلى عاصم بن ثابت رضي الله عنه من جد ما صار بن عامر بن عاصم بن عامر هذا 10 رايات لم يعرفنا في أنها الدرس بعاصم بن عمر، وهذا 5 رايات لما يذكر موضوع القصة التالية ذكرها. منظم النفر الكرام لأنفاذ وصايات النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في بعض الطريق بين عصفان وكعب علمت بهم جماعة من هدد يقول لهم بني اليحيين
فنفر لهم بقرب من ما الرؤية فأطت حتى وجدوا منه التمر في منزل النزول فقالوا تمر ثائب فلما حسب به عاصم استهل عاصم من وعاهم هو بمن المطابق عليهم إنكم لا تأق الكام بنا وإن الصحابة هذه الدهية وجمنا فقال عاصم بن ثبات أيها القوم أما أنا فلا أنزل على هذا ثم تذكر نذر رسالفت الذين نذرته سليم ها منهم سلافا فهم هو نذر هم أم سلافت بنت سيد من نساء قريش شركة زيجة طلح بن أبي صالح قد فارح طلحة العباد بيقاع والنبوة تسامع فتعال بينهم فجعل كل ما إن نفسه ولا تضرب بهما أحد فمن أعداء الله وهذا أعوان أخذ لي السيل أرسل عاصم وألقى به بعيدا ومضى به إلى فلما أنبح الصباح قامت هديل تبحث عن جسد عاصم في كل مكان وهرب مسعاهم وهكذا صنع هذا الجسد الطاهر المشرك على ما من سبيلنا
سليم كان يا أبي أن يست أن تخبرني عن مصير البقايا الصالحة. البقايا هو خبيب بن عدي وعبد بن طارق وزيد بن الدتر. فجاروا فأبى أن يصحبه فقاتله وانتصر. قاتل الحارث بن عامر يوم بداية البحث حبات حبيت عندهم السياحة تنارى تناجل شهر الحرام. فقال كالون أن يعظمها وهب. وقال لقد جئت له كرام تريها زينب بنت الحارث. وقالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من حبايب. فوالله لقد وجدت يا كذ ضعيفا من عندنا. فقد كانوا يعظمونها وخبايب هذا قد جرت له كرامة ترويها زينب بنت الحارث. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من حبيب. فوالله لقد وجدت يأكل قطفا من عندب من عنب في يده وإنه لواثق بالحديد. وما بكم من ثمار إذا من أين يا زينب؟ قالت إنه رزقه الله حبيبا ولقد أنه كريم كرام الله الأولياء. إنه أنجلت الأشهر الحرام فأجمعوا على قتله.
فلما خرجوا به يقتلوا في الحال انتهم قال لهم خبيب دون أصل لن ركعتين فراكم كانت ثم احتفت لو أن تحسب أن الله عز وجل ثم دعا عليهم قائلا اللهم احصنهم أعداء وقاتلهم بداء ولا تبق منهم أحد وقال فلا ستأبلي حين أقتل مسلما على أي حال كنت والله مأمورا وذلك في ذلك له وبارك على أوصل حالوس ما وهم أول من سن الصلاة على مسلم يقول صبرا ومن راك رمض خبيب أيضا أنه قال في هذا الموقف اللهم إني لا أجد من يبيع رسول الله منهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أصحابه يوم الصيف إن رجلا صدائق الله وما عاده وعليه انتهى. عبد الرحمن رضي الله عنه طلحة رضي الله صالح رضي الله عنه طلحة عبد الرحمن رضي الله عنه عبد الرحمن إذا كن كملت عرفتهم أين ذلك قصدهم إذا تعرف الإخوة قال على أن أعرف يا أبي لقد ولدت له الخليفة المنصور قال ما التناول الشاي. انتهت القصة وهكذا. وهذه قصة نذر الكرامة، وسنقرأ قصة ثانية، قصة لا هذه التاسعة، حوالي قصة العشرين الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وما استفدنا من هذه القصة؟ استفدنا لأنها تعلمنا الكرامة، وعبد الرحمن وطلحة كلهم كريمين جدا، وكانوا لديهم كثير من الأشياء. والنبي أيضا كريم جدا، كان يعطي الناس. وعبد الرحمن تسابق مع عمر مرة وجاء بكل ماله وأعطاه للنبي للصدقة، ثم جاء عمر وأعطاه نصف مال وترك النصف الثاني لأهله،
وأعطاه كل النص الثاني. بعدين قال عمر: والله يا عبد الرحمن أنا ما بسبقه، أعطيه كثير ونصف، ما فيني يكون أحسن منه. أبو بكر الصديق: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.